بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب اليوم محاضرتنا على اللاين بوك. طبعا المحاضرة الموجودة عندكم بي دي اف اكو مواضيع ما شرحتها، لانه مثل ما تعرفون اذا وقت المحاضرة زاد عن ربع ساعة صعوبة انه حمله بالانترنت، فراح اركز بس على المواضيع المهمة. اول شيء مهم، الباقي طبعا يعني تطلعون عليها، احتمال تجيكم يعني مثلا اشرح عدد الى اخره. فالمواضيع المهمه واللي يعني نركز عليها هي الكارتيزيان كوردينيت، يعني الاحداثيات الديكارتيه. الاحداثيات الديكارتيه الاحداثيات اللي تعرفوها اللي درستوها بالسادس الاعدادي وبالخامس الاعدادي، اللي هي احداث السيني والاحداث الصادي. ونقطة تقاطع الأحداث السيني مع الأحداث الصادي هي نقطة الأصل اللي هي صفر صفر. هذه الكارتيزيان كوردينيت بالجرافيكس نستفاد منها، بس بالحاسبة ما نقدر يعني نخلي بالحاسبة كارتيزيان كوردينيت. لذلك عندنا الديفايس كوردينيت. الديفايس كوردينيت بالحاسبة هو عبارة عن مصفوفة تو دايمنشن، يعني نباوع على الرسم مالنا على شكل مصفوفة تو دايمنشن. تبدي بالأسطر 1 2 3 4 إلى آخره، وتبدي بالأعمدة 1 2 3 4 إلى آخره. ماشي، أي يعني هسه مثلا السيالة الأولى من أريد أوصل لها أوصل لها 1 1، السيالة الثانية بالسطر الأول 1 2، السيالة الخامسة 1 5، السيالة الأولى بالسطر الثاني 2 1، السيالة الأخيرة بالسطر الثاني 2 5، وهكذا. الفريم بفر، الفريم بفر هو المساحة الخزنية اللي يحتاجها حتى تخزن الصورة. شنو الأشياء اللي تحدد لي أو تتحكم بالفريم بفر؟ أول شيء البكسل مالتي زقد، البكسل مالتي زقد حجمها. احنا درسنا بالإيمج الكولر إيمج البكسل مالتي 24 بت، الجري ليفل 8 بت، والباينري 1 بت. فإذا الشيء الأول هو عدد البتات اللي تتمثل بها البكسل. الشيء الثاني هو عدد الأسطر بالصورة، والشيء الثالث عدد الأعمدة بالصورة. طبعا عدد الأعمدة بالصورة هو ايش قايلها؟ قال the number of pixel per scan line، هي نفس المفهوم، يعني عدد البكسل باللاين الواحد بالصف الواحد نفس المفهوم. والثالثة هي number of scan line، يعني عدد الأسطر. فإذا عدد الأسطر وعدد الأعمدة وعدد البكسلز اللي نمثل بيها، عدد البت اللي نمثل بها البكسلز. الريزوليوشن، شنو الريزوليوشن؟ هو بالشاشة مالتي اكو شاشات يكون الريزوليوشن مالها عالي، شاشات يكون الريزوليوشن مالها واطي. شنو الريزوليوشن؟ هو عدد الأعمدة وعدد البكسلز بالشاشة. الشاشة إذا كان الريزوليوشن مالها عالي يعني معناها عدد الأعمدة وعدد الأسطر بها عالي، إذا عدد الأعمدة وعدد الأسطر بها أقل من سواها فهي يكون الريزوليوشن مالها عالي. وأيضا هنا من قايل ما قايل عدد قايل عدد الأسطر وعدد الأعمدة، قايل عدد البكسل بالسطر، ما قايل عدد الأعمدة، بس هي معناها عدد. فشوف أولا الأشياء اللي تتحكم بالريزوليوشن هو the maximum number of point pixel which a line can have، يعني عدد البكسل باللاين يعني بالسطر، وهو معناه نفس المعنى معنى عدد الأعمدة. والثاني هو number of line in the image، يعني معنى عدد الأسطر في الإيمج. هذا طبعا إذا تجيكم مثلا على الإشراح مثلا شنو capacity، شنو العوامل اللي تحكم بالكاباسيتي أو فريم بفر، شنو العوامل اللي تحدد بالريزوليوشن. نجي على الشيء اللي يجيكم عليه عملي، يعني سؤال عملي، هو اللاين دروينج. هذا أول خوارزمية لللاين دروينج هي السمبل لاين دروينج. اكو معادلة، معادلة خط المستقيم نسميها، نقول واي تساوي اي زائد بي اكس، واي تساوي اي زائد بي اكس. الاي شنو البي؟ هو البي هو الميل، والاي هو نقطة تقاطع الخط المستقيم مع المحور الصادي، نقطة تقاطع. يقولون عليه ثابت طبعا، بس هو مو ثابت، بس يقولون ثابت بس هو مو ثابت. البي هو الميل. هسه نجي شلون نطلع الميل؟ الميل هو دلتا اكس على يعني دلتا اكس على دلتا واي. شنو دلتا اكس؟ بيها دي اكس، يعني الفروقات في اكس، ودلتا واي فروقات في واي. زين، اذا كانت دلتا دي اكس ما تساوي صفر، فالبي يعني الميل يساوي دي واي على دي اكس. ليش؟ اذا ما تساوي صفر لانه من قسم على صفر راح يكون انفينيتي. ايلس اذا كانت تساوي صفر فالبي يساوي صفر. من طلعت البي اقدر اطلع الاي من خلال المعادله، اي يساوي واي، مجرد غيرت
يعني جبت معادلة خط المستقيم هي واي يساوي اي زائد بي اكس، جبت البي اكس حولتها للجهة اليسار فصارت الاي تساوي ان واي ناقص اكس بي. من خلال ذن المعادلتين اطلع الاي والبي، وراها اقدر اولد الخط المستقيم. طبعا الخط المستقيم يعني يمكن واحد عندكم مشتغل على الفوتوشوب او مشتغل على البينت يقول هو انا بسهولة اخلي الماوس واجر خط، او مثلا كليك يمين واجر خط. هذا لانه سوفت وير جاهز، بس احنا اذا نريد نكتب برنامج لازم نولد البيكسلز اللي بين اول نقطة بالخط المستقيم واخير نقطة. يعني لازم اني عندي نقطة اولى ونقطة ثانية وولد البيكسلز اللي بيناتهن، وولد البيكسلز اللي بيناتهن. الخوارزمية مال سيمبل لاين دروينج تتكون من جزئين، الجزء الاول اذا كانت التغير في قيم اكس اكثر من التغير في قيم واي، والجزء الثاني اذا كان التغير في قيم واي اكبر من التغير في قيم اكس. راح نشوفها بالمثال العملي كلش واضحه. اللي اريد اكد عليه انه بالامتحان ما تجاوبوا لي بجزئين، بالامتحان تجاوبوا لي بجزء واحد فقط اللي هو الجزء الصحيح. يعني هي جزئين بيها جزء اذا كانت التغيرات في اكس اكبر من التغيرات في واي، هذا الجزء الاول، والجزء الثاني اذا كانت التغيرات في واي اكبر من التغيرات في اكس. فانا ما يصير احل بالجزئين، يعني هذا الحل يعني ما راح، اذا واحد حل بالجزئين اولا يضيع من وقته، يعني بدل ما سال ينحل بربع ساعه راح يقوم ينحل بنص ساعه. ثاني شيء اعتبره ما فاهم، يعني مجرد دارخ الخوارزميه ودي اجي يطبقها. الخوارزميه اول شيء بها بروسيجر، هذا البروسيجر فائدته انه مجرد اسوي سويتش للقيمتين، يعني مثلا 6 1 يصير 1 6، 4 9 يصير 9 4. ليش؟ هذه بالادخال المفروض انا ادخل القيمه الصغيره اولا وبعدين ادخل القيمه الكبيره. يعني اذا عندي قيم اكس اكس 1 واكس 2 1 و6 ما يصير ادخل 6 1، اذا قيم واي هي 9 ب 2 ما يصير ادخل ال 9 قبل ال 2. اذا صارت هاي الشغله فالجأ الى السويتش، فهذا مجرد بروسيجر اسوي له كول من يصير عندي ادخال للقيم غلط. شفنا بيجن اف ابسولوت اكس 1 ناقص اكس 2 اكبر من ابسولوت واي 1 ناقص واي 2، يعني الفرق بين قيم اكس اكبر من الفرق بين قيم واي. راح وين اجي؟ اجي على الجزء الاول من الخوارزميه اللي هو جابس بتوين اكس از جريتر ذان واي. زين هذا راح اجي على الجزء الاول من الخوارزميه. فاذا اذا كانت القيم الفرق بين قيم اكس اكبر من الفرق بين قيم واي، شو اقول؟ اف اكس 1 اكبر من اكس 2، يعني اذا دخلت غلط، يعني دخلت الواحد 6 دخلت 6 1، اسوي سويتش ارجعها للحاله الصحيحه. هذا السويتش مجرد انه اذا دخلت القيم غلط. الدي اكس هي دلتا اكس هي اكس 2 ناقص اكس 1، والدي واي يساوي واي 2 ناقص واي 1. هذه طبعا لكل الجزئين من الخوارزميه هي متشابهه. اف دي اكس لا تساوي انها صفر، فالبي يساوي انها دي واي على دي اكس، ايلس بي يساوي انها صفر، والاي يساوي انها واي 1 ناقص اكس 1 في بي. هذا لحد الان نفس الخوارزميه، يعني هذا الجزء من بدينا دي اكس يساوي انها اكس 2 ناقص اكس 1، دي واي يساوي انها واي 2 ناقص واي 1، كل هذا نفس الشيء بالنسبة للجزء الأول من الخوارزمية والجزء الثاني من الخوارزمية. فقط الاختلاف هسه بدي بالفور، إذا كان الإكس 2 ناقص إكس 1 أكبر من واي 1 ناقص واي 2، العفو إكس 1 ناقص إكس 2 أكبر من واي 1 ناقص واي 2، الفور راح يصير للإكس. هناك بالحالة الثانية الفور راح يصير للواي، فالفور راح يصير إكس 1 إلى إكس 2، يعني معناه أبدي بإكس 1 وراها ورا إكس 1 ايش يجي؟ قيمة ازيدها بواحد، يعني اكس 1 زائد 1، اكس 1 زائد 2، اكس 1 الى ان اصل الى اكس 2. وفي كل مرة اولد الواي المقابلة للاكس، يعني اكس 1 اولد لها الواي 1، اكس 2 اولد لها الواي 2، الاكس 3 اولد لها واي، الى ان اصل الى الاكس الاخيرة. الواي تساوي راوند اي زائد اكس في بي، هاي نفس المعادلة الاصلية. وبوت بيكسل يعني ارسم النقطة، بوت بيكسل يعني ارسم النقطة. قلنا الاختلاف فقط يبدي من الفور، يعني بين الخوارزمية من الجزئين من الخوارزمية يبدي من الفور. زين هسه ايلس اذا كانت التغيرات في واي اكبر من التغيرات في اكس، احنا مو قلنا اذا كانت التغيرات في اكس اكبر من التغيرات في واي ابدي بالجزء الاول اللي هو جابس بتوين اكس از جريتر ذان واي. زين
اذا بالعكس، اذا الجابس بتوين واي اكبر من الجابس بتوين اكس، يعني فروقات بين واي اكبر من اجي على الجزء الثاني من الخوارزميين اللي هو اف واي 1 اكبر، اجاني اذا واي 1 اكبر من واي 2 يعني دخلت بالغلط، يعني واي 1 واي 2 2 ب 9 انا مدخل 9 ب 2، اسوي سويتش، مجرد السويتش هذا. زين دي اكس يساوي اكس ناقص اكس واي نفس الخوارزميه الاولى، دي واي يساوي واي 2 ناقص واي 1 نفس الخوارزمي الجزء الاول من الخوارزميه، اف دي واي لا يساوي ان صفر، البي يساوي ان دي واي على دي اكس نفس الجزء الاول من الخوارزميه، ايلز بي يساوي ان صفر نفس الجزء الاول من الخوارزميه، اي يساوي ان واي 1 ناقص اكس في بي ايضا نفس الجزء الاول من الخوارزميه. صار عندي البي والاي موجودات، هنا راح اولد اكس مو اولد واي، اذا الفور تساوي من واي 1 الى واي 2، اذا ابدي بواي 1 وراها واي 1 زائد 1 واي 1 زائد 2 واي 1 زائد الى ان اصل الى واي 2 او الواي الاخيره. وتوليد الاكس راح يكون توليد للاكس، الاكس يساوي راوند، هنا المعادله تختلف قلبت، صارت الواي يساوي راوند واي ناقص اي على بي. شوف هناك كانت الواي راوند اي زائد اكس في بي، هنا الاكس صارت واي ناقص اي على بي. وارسم البوت بيكسل اكس والواي والكلر. ذن المثالين راح يوضح لك الخوارزميه بصوره كلش جيده، يعني بالمحاضرات ما نعطي هنا الخوارزميات، هسه انا بالمحاضره الفيديوية اعطيتكم اياها حتى تكون عندكم الصوره واضحه. عندي نقطتين 1 3 الى 6 1، 1 3 يعني معناه اكس 1 واي 1 1 ب 3، 6 1 معناه اكس 2 واي 2 6 ب 1. البي تساوي دلتا واي على دلتا اكس، فروقات بي واي ناقص على الفروقات في واي في اكس. ايش قد الفروقات في واي؟ 1 ناقص 3، 1 ناقص 3 فروقات في واي. ليش؟ لانه قلنا واي 1 هي 3 واي 2 هي 1. الفروقات في اكس هي 6 ناقص 1، ليش؟ لان قلنا اكس 2 هي 6 واكس 1 هي 1. بالنتيجه راح يطلع لي ناقص 4 هذا البي. الاي على المعادله ولكلا الحالتين نفس المعادله، اي تساوي ان واي 1 ناقص اكس في بي، اعوض بدال واي 1 3 وبدال اكس 1 1 والبي ناقص 0 4 طلعت 3.4، صار عندي الاي والبي. بما انه التغيرات في اكس اكبر من التغيرات في واي، اذا الجا الى الجزء الاول من الخوارزميه. شنو الجزء الاول من الخوارزميه؟ ليش لجأت له؟ لان التغيرات، شوف التغيرات في اكس جيت 6 ناقص 1 5، بينما التغيرات في واي 1 ناقص 3 طبعا المطلق هو معناه 2، معناه 6 ناقص 1 5 اكبر من 1 ناقص 3 اللي هي 2 المطلق يعني لا تنسون. فاذا بما انه التغيرات في اكس اكبر من التغيرات في واي، راح ارسم الواي باستخدام المعادله اي زائد اكس في بي. هنا الاكس راح تبدي من الواحد لانه عندي الاكس 1 1 والاكس 2 هي خلصارت اكس اكس في الحاله، لانه دام شيء اكس 1 اكس 2 اكس 3 حتى تكون واضحه لكم. فالاكس 1 هي 1 والاكس الاخيره هي 6، كل مره ازيد 1 راح يصير 1 2 3 4 5 6. اللي يقابلها اولده، يعني الواي تتولد. تتولد شلون؟ باستخدام المعادله اي زائد بي زين زائد بي اكس او اكس بي. فهنا الواي 1 هي 3 4 اللي هي الاكس الاي العفو زائد اكس هي الواحد في ناقص 0 4 ويساوي لنا 3. الواي 2 يساوي لنا اكس 2 اللي هي 3 4 زائد اكس زائد اكس العفو الواي 2 تساوي لنا اي اللي هي 3 4 زائد اكس 2 اللي هي 2 في بي اللي هي ناقص 0 4 4 0 4 طلع لي 2.6 ويساوي لنا اقربها، طبعا اقربها 2 ونص فما فوق تصير 3 و2 و4 فما دون تساوي لنا 2. الواي 3 ايضا 3 4 اللي هي ثابت اي زائد اكس اللي هي 3 في ناقص 0 4 اللي هي بي يطلع لي 2.2 ويساوي لنا 2. الاكس 4 4 الواي 4 تساوي لنا الاي اللي هي 3 4 زائد 4 اللي هي الاكس 2 في ناقص 0 4 اللي هي بي ثابته يساوي لنا 1.8 تتقرب الى 2، وهكذا الاكس 5 1.4 تقرب الى 1 والاكس 6 1. فاذا بالنتيجه صارت عندي قيم هي باديه ب 1 3 وراها 2 3 وراها 3 2 وراها 4 2 وراها 5 1 وراها 6 1.
يكون الرسم مالها بالكارتيزيان كوردينيت هيك، هذا الرسم مالها بالكارتيزيان كوردينيت. أول نقطة هي 1 بـ3 وأخر نقطة هي 6 بـ1، والبيناتين هن 2 3 3 2 4 2 5 1 وهكذا. الإكزامبل الثاني أريد أرسم خط مستقيم بين النقطتين 1 1، يعني معناه اكس 1 واكس واي 1 هي 1 بـ1، والاكس 2 والواي 2 هي 4 بـ6. الاكس 2 والواي 2 هي 4 بـ6. زين، اجي طبعا نفس الخطوات، البي يساوي دي واي على دي اكس، يعني دلتا واي على دلتا اكس، يعني الفروقات بين واي على الفروقات بين اكس. الفروقات بين واي هي 6 ناقص 1 وتساوي 5، والبين اكس هي 4 ناقص 1 تساوي لنا 3، ف5 على 3 يساوي 1.66. الاي نفس المعادله ما بيها اي تغيير، واي 1 ناقص اكس 1 في بي، فالواي 1 طلعتها اني عندي الواي 1 هي 1 والاكس 1 هي 1، فواي 1 ناقص 1 في بي نطلعها اني 1.6 فيطلع لي ناقص 0.6، صارت عندي البي والاي ثابته. زين، هسه التغيرات في اكس اكبر لو التغيرات في واي، اكيد التغيرات في واي، ليش؟ لان 6 ناقص 1 5 وال4 ناقص 1 3، فالتغيرات في اكس اكبر من التغيرات في واي. اذا الجأ الى الجزء الثاني من الخوارزمية، الجزء الثاني من الخوارزمية اللي هو فقط الفرق انه الفور تكون للواي. فهنا صارت الفور للواي من واي 1 الى واي 2، الواي 2 طبعا هنا صارت واي 2 معناها واي 6 لانه حتى تكون اوضح لكم. زين، فواي 1 1 وراها 2 3 4 5 اللي وصلت للستة. الاكس 1 راح اولدها، بس هنا اولدها مو بنفس المعادله. شوف هنا التوليد راح يكون واي ناقص اي على بي، واي ناقص من اولد اكس الراوند للواي ناقص اي على بي، من اولد واي الواي يساوي راوند اي زائد اكس في بي، فتختلف. فهنا الواي 1 2 3 4 5 6 هذه من الفور. الاكس 1 راح تتولد، شلون تتولد؟ واي 1 ناقص اي ثابته ناقص 0.6 على 1.6 اللي هي بي، فتساوي 0.96 تساوي 1. الواي 2 عندي 2، الاكس 2 يساوي لنا واي، يعني واي 2 معناه 2 ناقص ثابت الاي ناقص 0.6 على 1.66 يساوي 1.56 ويساوي لنا 2. الواي 3 راح يصير عندي 3، الاكس 3 تتولد اللي هي 3 اللي هي الواي ناقص ثابت الاي ناقص 0.6 على 1.66 ويساوي 2.16 تقرب تصير 2، والاكس 4 2.7 تتقرب 3، والاكس 5 3.36 تتقرب تصير 3، والاكس 6 3.96 تتقرب تصير 4. من اجي ارسم، اول نقطة هي 1 1، ثاني نقطة 1 2 2، ثالث نقطة 2 3، وراها 3 4، وراها 3 5، اخر نقطة هي 4 6، ويكون هذا الرسم. بالامتحان يكون مطلوب من عندكم مثل ما حال لكم اني توليد القيم مال اكس او مال قيم واي، والرسم ايضا يكون مطلوب، يعني توليد القيم مطلوبة والرسم ايضا مطلوب. ولا تنسون ملاحظة عيدها دائما، لا تحلون بالطريقتين، يعني لا تحلون بالجزئين مال خوارزمية، لان راح يضيع عليكم وقت وراح اعتبركم ما فاهمين السؤال بصورة صحيحة. ما راح اخلي صفر، بس راح ما راح اخلي بنفس الوقت درجة كاملة. لازم تعرف انه بيا جزء من الخوارزمية راح تحل. شكرا جزيلا.